الرئيس السيسي يفتتح اليوم المعرض المصري الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية. شكري في الكويت اليوم لترأس أعمال الدورة 12 للجنة المشتركة. وولي العهد السعودي يصل إلى الجزائر في زيارة رسمية تستمر يوما. الواحدة صباحا 11 بتوقيت جرينتش، موجز إخباري يأتيكم من القاهرة. أهلا بكم. يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم المعرض الدولي الأول للصناعات الدفاعية إيدكس 2018، والذي يعقد في مصر لأول مرة من 3 حتى 5 من ديسمبر الجاري بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية، وذلك بمشاركة كبار العارضين والشركات العالمية في مجال التسليح والصناعات الدفاعية والأمنية على الصعيدين الإقليمي والدولي. يتوجه وزير الخارجية سامح شكري اليوم إلى الكويت لترأس أعمال الدورة 12 للجنة المصرية الكويتية المشتركة، والتي تعقد خلال الفترة من 2 إلى 4 من ديسمبر الجاري برئاسة وزيري خارجية البلدين. من جانبه قال المستشار أحمد حافظ المتحدث باسم وزارة الخارجية إن انعقاد أعمال اللجنة المشتركة يأتي في إطار حرص الجانبين على تطوير العلاقات المشتركة في كافة المجالات والدفع بها إلى آفاق أرحب. وصل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى الجزائر في زيارة رسمية تستمر يومين، حيث كان في استقباله بمطار هواري بوميديان رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى. ومن المقرر أن يعقد بن سلمان عدة لقاءات مع الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة وعدد من الوزراء والمسؤولين الجزائريين، كما يعقد اليوم منتدى لرجال الأعمال والاقتصاديين من البلدين بقصر المؤتمرات بالجزائر العاصمة. أمر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رئيس وزرائه بإجراء محادثات مع زعماء الأحزاب السياسية وممثلي محتجي السترات الصفراء. وقالت الرئاسة الفرنسية إن المحادثات تهدف لإيجاد سبيل لإنهاء الاحتجاجات التي اجتاحت البلاد، لا سيما العاصمة باريس. كما طلب ماكرون من وزير الداخلية تهيئة قوات الأمن لمواجهة الاحتجاجات في المستقبل. أعلن مصدر في وزارة الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة تنوي فرض الجزء الثاني من العقوبات ضد روسيا على خلفية قضية تسميم العقيد الروسي السابق سيرجي سكريبال في بريطانيا. ويقضي الجزء الثاني من تلك العقوبات بإمكانية تخفيض مستوى العلاقات الدبلوماسية الثنائية حتى تجميدها بالكامل، بالإضافة إلى الحظر الكامل لتصدير السلع الأمريكية إلى روسيا وحظر توريد السلع الروسية إلى أمريكا بما فيها النفط. خرج عشرات الآلاف من المتظاهرين إلى شوارع بروكسل في تظاهرات لرفع الوعي حول تغير المناخ. وقالت الشرطة البلجيكية إن 65,000 شخص شاركوا في هذه التظاهرات وساروا في الحي الأوروبي ببروكسل، حيث مقر مؤسسات الاتحاد الأوروبي. نهاية موجز الواحدة. لمزيد من الأخبار تابعوا موقعنا الإخباري إكسترا نيوز دوت تي في. شكرا لكم على طيب المتابعة ودمتم في أمان الله.